السلام عليكم. فهاد لا فيديو غادي نهضروا على غينيت اليرجيك اللي هي الحساسيه باللغه الدارجه. اذا شنو هي الحساسيه؟ شنو هما الاسباب والاعراض ديالها؟ وكيفاش كيتم التشخيص والعلاج؟ الحساسية هي فاش الجسم ديالنا كيحارب شي مادة اللي نورمالمون ما كتضرش وكيعتبرها خايبة. هاد المادة كنسميوها أليرجين. كاين الحساسية اللي كتقدر تقتل، وكاين الحساسية اللي كتجي غير بشوية العطسة، وهذا هو الموضوع ديال هاد لافيديو. هاد الحساسية هي التهاب ديال النيف بسبب داك الأليرجين، وكيكون هاد الأليرجين أكثرية الوقت هو اللقاح ديال الورد. وهادشي علاش الحساسية كتكون مجهدة في الربيع وفي الصيف والخريف حتى هو. وباش نفهمو مزيان كيف ديما اجي نعرفو شنو كيتروس الجسم ديالنا. الاليرجين اللي هدرنا عليها من قبل كتدخل النيف، تما كيشدوها خلايا ديال المناعة سميتهم لي سيليل دوندغيتيك، وكيدوها الخلايا اخرين سميتهم لانفوسيتي. هاد لانفوسيتي كيقادو مواد سميتهم لي سيتوكين، وكيديروا التهاب وكيعيطوا الخلايا الثالثين ديال المناعه سميتهم لانفوسيت بي. هاد لانفوسيت بي كيعقلوا على الاليرجين بحال ماده سامه، والمره الجايه اين فوا كيدخل النيف كيهاجموا وكيطلقوا مواد اخرين اللي كيطلعوا الالتهاب اكثر. ومن هاد المواد الاخرين كان الهيستامين، ومهم نهضروا بزاف على الهيستامين لحقاش هي اللي كترخي العروقه باش يولي يدوزوا اكثر ديال الماء وديال الخلايا ديال المناعة. ومن هادشي فاش كيبانو الأعراض، الأعراض ديال الحساسية عندهم أعراض ديال التهاب النيف والفم والعينين وزيادة في الماء اللي كيوصل ليهم. هاد الاعراض هادو كيبانو شويه ديال الوقت من ورا ما كيدخل الاليرجين للجسم، وكيطولوا مع هاد الاليرجين كاينه. هادشي علاش كيتخنق النيف وكتجي الحكه، كيطيبوا العينين وكتكثر العطسه. لحقاش الجسم في هاد الحاله كيحاول ما امكن يتفك من ديك الاليرجين. الدياغنوستيك ديال الحساسيه ساهل. اول حاجه كيرد ليها طويل البال هي الاعراض، من بعد كيشوف التحاليل ديال الدم اللي كيكونوا طالعين فيهم الخلايا ديال المناعه ايوزينوفيل، وكيكون طالع فيهم حتى لي جلوبين المناعي او او لا اي جي او. عاد كاين تيست كوتاني اللي كيعرف به الطبيب اش من ماده كدير لك الحساسيه. تيست كوتاني هي فاش كيدخل الطبيب مواد تحت الجلد بشوكه صغيره، وكيشوف اين وحدين كيديروا رياكسيون ديال الحساسيه. مهم بزاف نديرو هاد التيست لحقاش احسن علاج ديال الحساسيه هو نبعدو على الاليرجين. الى لقينا ان الحساسيه جايه من الورد مثلا، العلاج هو نبعدو منه. من غير هادشي كاين دوايات كيعطيهم الطبيب والخدمه ديالهم هي يحبسوا ديك الهيستامين باش ينقصوا من الاعراض. في بعض الحالات كيقدر الطبيب يعطي حصص ديال دي سونسيبيليزاسيون كيدخل فيها الاليرجين بشويه بشويه حتى كيولف الجسم وما كيبقاش يدير على هاد الحاله كامله. كنشكركم على تتبعكم الحلقه، ما تنساوش تابوناو معنا وتفعلوا الجرس هكا باش يوصلكم كل فيديو جديد. وما تنساوش تتابعونا على الصفحات ديالنا تيك توك انستغرام فيسبوك، وخليو لينا كومونتير لتحت الى عندكم شي سؤال ولا اقتراح. حتى لهنا غادي نكونوا سالينا لا فيديو ديالنا. نتمنى من الكل يستافد ويفيد غيره ويحاول يبارطاجي هاد لا فيديو مع اكبر عدد من الناس، سواء اللي كتعرف سواء اللي ما كتعرفش، هكا باش تعم الفائده على الجميع وتكون سبب في انقاذ ارواح ممكن تكون تا واحد منهم. لحقاش الصحه كنز ما كيعرف بحقه غير المريض، ولا مشات الصحه مشى مولاها. ساهم معنا في هاد الحمله التوعويه باش تخليها صدقة جارية لك في الدنيا والآخرة. فالدال على الخير كفاعله، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ما تنساش الدعاء لنا في ظهر الغيب بالتوفيق للجميع.